معنى آية وترى الجبال تحسبها جامدة؟ قال الله تعالى في سورة النمل: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. في إشارة إلى أهوال يوم القيامة بعد النفخ في الصور وإصابة جميع الخلق بالفزع إلا ما شاء الله. ويتساءل كثيرون عن معنى آية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وما احتوت عليه من إعجاز علمي وهدايات عظيمة. إن معنى آية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أي وترى الجبال تظنها واقفة مستقرة وهي تسير سيرا حثيثا كسير السحاب الذي تسيره الرياح. أما آية صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون، أي إن هذا من صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه. إن الله خبير بما يفعل عباده من خير وشر، وسيجازيهم على ذلك. وورد في تفسير ابن كثير رحمه الله أن الإنسان ينظر إلى الجبال التي خلقها الله تعالى في هذه الأرض فيظن أنها ثابتة مكانها وباقية كذلك دون زوال أو فناء، ولكن هذا الأمر غير صحيح، لأن الجبال سوف تزول وتفنى عن أماكنها يوم القيامة. وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في سورة الطور بقوله تعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. وكذلك قوله في نفس السورة، أي سورة، عفوا، ليس في نفس السورة وإنما في سورة طه، يقول سبحانه وتعالى: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. وإن الله تعالى يفعل ذلك بقدرته التي أتقن بها صنع كل شيء خلقه ووضع فيه الحكمة التي يشاء، لأنه الخبير والعليم بعباده وأحوالهم. وبعد أن أشار الله تعالى إلى اليوم الموعود الذي ينفخ فيه الصور، يخبر في الآية أن الإنسان في ذلك اليوم ينظر إلى الجبال، ومن هول ذلك اليوم وأهواله يحسب الجبال باقية على حالها، لن تزول ولن تفنى، ولكن الأهوال والشدائد قد بلغت منها كل مبلغ، فتفتت وزال واضمحل كلما يمر السحاب، وأصبحت هباء كأن شيئا لم يكن بقدرة الله تعالى من خفتها وصعوبة ذلك اليوم العسير. وفي هذه الآيات تصوير مدهش لأحداث ذلك اليوم الأليم، فالبشر جميعهم خائفون فازعون، والجبال تصبح مثلهم أصيبت بفزع ذلك اليوم، فكأنها من فزعها تسرع خطاها كما يسرع السحاب في السماء وتختفي. ثم يختم الله تعالى بأنه قادر على كل شيء، وقد أتقن بقدرته صنع كل شيء وجعل في خلقه حكمة، وهو الخبير والعليم بأحوال العباد، ويعلم ما يضرهم وما ينفعهم، والله تعالى أعلم.